السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوت كلشي بخير، كلشي مزيان، بأمل الله الأمور صافا الحمد لله. اليوم المدرجة اللي نعاودو عليها هاد النهار هي ماشي مدرجة بالضبط، ولكن غنحاول هاد النهار باش حيت بزاف ديال الدراري تيقول لك عاود لنا السطوريات ديالك نتا. أوكي، كنا ما كاينش مشكل، غنعاود لكم على أول مرة دخلت للحبس. ماشي أول منتف ديالي، لأن أول منتف ديالي كنت باقي صغير شويش، كنت شديت في كازا طيف ملي في العمق. لا، أنا أول مرة دخلت فيها للحبس يعني نفاس، كنت في شي دومي الطروا 2003 هكا. فين ثلاثة كنت باقي صغير، باقي ما كنقولوا حنا ما خرجتش من الارض. صافي تخرجت من المدرسه هذه كذا، وبدات كتدخلني داك العياقه. انا لونطوراج اللي كنت عايش فيه عندنا كلشي ضارب الحبس، كلشي عايق، كلشي يعني يمكنلكش تكون نقي في دماغ، امبوستاحل باش توصل للقضيه. بدات كتدخلني الصلابه، ما بقيتش كنعمر مع الدراري اللي كنقولوا حنا لاج ديالي ولا لا، دائما كنعمر مع داك الكبار. بس كنمشي كنبوق على راسي تنخدم هذه في الاول، بالتالي صافي وليت كنلقى مصروفي في الحومه، وليت كنجلس في الحومه حدا الترب فين كيتباع الحشيش مع الدراري. هاد عاد خرج حنا جالسين معاه داكدا، داك العلاقة ديالي بدات كتطور. بديت كنجلس في حوم واحد اخر فيما كان شي واحد تاهو بحالنا، شم ريحة بيطان وكيكب صليب وكدا، حنا جالسين معاه يا في حومة المدينة يا على برا من المدينة، كعارف صافي كاين اللي كتكون طايفتي معاه ومن بعد كتصالحو كتولي تجلس معاه. جلس معاك عاد قبل ما نطيح بشي شهر، كان عندنا بزنس في الحوم، بيع هو وخوتو وصحابو وخوتو خدامة هادي كدا. قبل انا ما يكون عندي المشكل بشي شراكه، كنطيح البزنس تقبض تقبضو خوتو تاما، فيهم اللي طاح على الحشيش، فيهم اللي طاح على الضرب والجرح. مهم القيشيه خوات الضرب خوه، حنا كانت عندنا القيشيه ديال المدينه كانت كتدخل الملاين في النهار، يعني كانت خدامه مزيان، يعني حومتنا كانت معروفه فيها البزنس. كيجيو لها الصنايعيه العالم كيجي ياخذ من تما. منين طاح البزنس خوات القيشيه مع داك العقل ديال بنادم مازال ما عارفش الخطوره ديك الشيء اللي كيدير، وزعم زاطم في الزرع ما عندوش مشكل. بديت ب 25 غرام باش نبدا نبيع 25 غرام، وداك الفصاله ديال الزيزوار وفصل المياوات الميلاد 300 صافي. جيت لرز الحومه للشوكه في الحومه، ودات كوربه وواحد الطبق كدير فيهم بيمويات كدير فيهم كارو وكذا، هذاك تيكون حق نقولوا حنا كانار، باش اللي كيسول على داك يقولوا سير سير للطبله، سير للطبله. وراك عارف اللي كتلاقى بغيتي شي زوينات مزيانه جي لعندي، اللي كتلاقى عقلت الصال والصلاه. صاحبي انا بالك شي واحد بغا شي زوينات مزيانين، انا الفوق، انا الفوق، سيرتيني ما تكرهش ديرها في التلفازه تقول انا كنبيع الحشيش. عقلت الصغار والصلابه، هادشي تنقول لك راه باقي بجغوك، يعني تلاقيتيني شتيني ما تعطيش فيا هاد الصلابه ديك كامل اللي تنعاودك عليها. لان ما كاينش هاد الملامح ديال الله يخليها السلعه اللي فينا دابا، زعما تخدرناش، حنا كنت باغيين نتخدروا الصحاب. بقينا غاديين هكاك 25 غرام في الصلاه، وليت بوقر من هنا جيب 50 غرام طلع عند هاد البزناس كدا. دابا البزناس حنا تنعرفوهم، علاش؟ حيت كانوا عشير داك البزناس اللي ودحهم، كتطلع عندو كتقول له كدا انت تمشغل هادي كدا، حتى هو تينقص لك داك ويلفريال اللعيبه دائما كيتعامل معاك. هادشي الحرام راه حتي يديك ما تخممش، كلشي تيعاملها معاك اخص ملي كتكون باقي صغير، كلشي كيبغي يزرفك الحدوله. ما عليناش، شي شهر تقريبا كاملش انا غادي على داك السيستيم. صافي كنقولوا بدات كتسرج القضيه، بغيتي فين غادي؟ غادي عند فلان نجيب طريف كدا. ناس بيجي يقول لك بنادم معناتها الكليين كيجي يشري، دائما كيجري كيجي داك خويا الله يحفظك اللي كبر بك، هادي شوف لنا شي طريف زوين، وانت الميكاسا كتنفخ كتشوف داك الشيء. انا بزناس اروى معايا وعاد تفهم شنو كاين، صافي انا بلساني دبرت على راسي. قبل ما نطيح بنهار نعاقل كانت الجمعه، الجمعه داك العشيه كنت انا ما كاينش داك الجويه ديال الحمد بن الباب، جلست مع شي عشره نقص نعشي معاهم ونقصر معاهم تمايا، تنحرتو بشويش ديال الفان بلو. الحومه حنا عندنا في المدينه الجمعه كتكون خاويه، واحد الحومه فوق منا شي دلالي ما تشربو شي شويش ديال المحرمات وتسخن عليهم الراس وعطو الحومتنا كيسبو، الحومه كان فيها حتى شي واحد. المهم كدا هادي طق طق، جاو ولاد الحومه الكبار طلعو سبقو عليهم هربو لهم. هبطت انا في الليل كنت ولاد الحومه واقفين وهادي، وجاب لي الهضره قالك جا فلان جا فلان جا فلان، سبقنا على مام هادي كدا. بالحق واحد انا ما كنسميش دابا السميات حيت داك الناس كبرنا واللي دار ولادو دار ولينا عطيني صحاب وعشران كلش نسميو واحد، قالك هذا الا شديناه راه هربنا، هو اللي زعم لهنا كان كيطلحاني راسو يطلحاني راسو زعما بقى كيسب وتيقول كدا كينشر الرجال كدا هادي. المهم داك المصطلحات النبيه قالك هربنا الا قبضنا نفس الوقت. انا مع صغير كنسمع داك اللعبه، يعني خصني نكون السباق للمونتيف، علاش؟ حيت خصني نكلاسي سميتي في اللائحه السوداء للحومه.
لا دابا هادشي الشيطان اش كيقول لي بدماغ داز داك ليله الجمعه انا قليت السبت فقت شي 10 الصباح حطيت الكرانار طبيله طبيق عندي تقريبا شي 20 غرام في الصلاه واقف حتى شحال الكارو الاول وطلع واحد الدري ودحونتي تقدا ديالي ديك الساعه حتى هو بدا كيدخل عليها قال لي فين فين هنايا طلع الفوق نضربوا شي دوار نشوف شي لعيبه ما لعيبه ما بينت له شنو كاين قال لي يلا صافي خلي الطبيله انا الحومه كتحط الطبيله الكرانار كاين شي عايز اعملها نص السرقه طلعنا لذاك الحومه لقينا داك شي جوج دراري جالسين والثالث اللي معاهم هو صاحبنا اللي هضروا عليه البارح داروا فينا هكا ما احنا مازالين فهمتيني بجاغط وكذا وهادي يعني ما صرفوش معانا انا هو شي حاجه جايه منه واصلا اللي معايا ما فاهمش شنو كاين انا اللي عارف شنو ندير بدماغي طلعنا تا للراس الحومه عندنا وين قلبنا الديميتور يلا نهبطوا بقى ما كاينش ما كاينش قلبت من هذا في الهضره فينا وهادي وهادي انطلق طلق 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 تقربنا له ما قربنا له هو صافي طلعنا محداهم ديجا وهو هادي ومازال ما داخلينش حنا في الليستا النوار ديك الساعه ديال نقولوا لا نضربوا ولا هادي ما دايرناش في الكارت ميموار ديالهم انا غير قربت تحت واحد الصابه كانت تكون شويش مظلامه داك الصابه في الليل تكون مظلامه شويش جبت البونقشه طرطقته درت يدي من ظهري غير بريت هادي كنت عاود ماشي جبت غير بريت طرطقته حنا وصلنا حدا بنادم ولا نشير عليه ها هو كان جالس حاني شيرت عليه للراس نيشان ضربت واحد الطريبه قيس الخير في راسو قعد الجوقه هادي من هنا هربت انا ندخل كيس بالميت ومع الدرب هبطت للحوم حنا عندنا في المدينه ديك الساعات حزقاف في العقبات شما في الحدوله داك الساعات فلان ضرب فلان فلان ضرب فلان هبطت انا مع الزعامه وكذا هبطت لقبلتي وجلست اللي كيجي عندي مالك فلان مالك شنو كنقول له جا البارح للحومة تيسب واش كدا واش هادي واش نضربو نديرو نحيد له عصبان الصلابه وعاجبني الحال قبلت المضى حطيتو في واحد الركينه بقيت جالس ما عليه باليش بشي حاجه هذيك الساعه كنقول كانت شي 12 بحال هكا دابا المخزن كانوا داك الساعات الكيس الاواكس المخزن تيقولوا لهم ماوكلي اللي ضرب ولكن ما تيعرفوش هما شكون هاد ماوكلي هاد ماوكلي هما ما تيعرفوش شكون هو و تيطلعوا حدايا اسير اكثر من 4 ولا 5 الجروبات كيطلعوا حدايا وانا واقف ما تيعرفونيش ما تيعرفونيش دوزنا شي 4 السوايع بحال هكا قلت حتى شي 5 ونص بحال هكا العشيه انا جالس بعد شي طريفات مازال لي شي 6 غرام في الصلاه صافي كنشوف خصني غير نمشي نأتي شويش لميمي ونزل شي عشير في يدي ونطلع نجيب شي طريف نجيب شي لعيبه شي 50 غرام في الصلاه وكيوقف عليا واحد الشكال كان دايما كيجي كيوقف حدايا في الداعي لنا بالصحبه فكيجيبهم لي فرا توقف حدايا قال لهم هو هذا ضاروا بيا مينطون مينطوني قلبوا الطبله جبدوا منها داك 6 غرام في الصلاه داوني هبطت البوست الروينه هو دي تريد الحومه الجوقه هادي سميتك كدا طق طق ضربتي فلان شحال في عمرك عطاوني قاصر بزاف قلت لهم عيطوا للباه الوالد كان عندي شويه جقومي في الراس عيطوا له جا وقف في البوست قاني من الداخل قال لهم شنو كاين قالوا له جيب الحال المدنيه وخلط عليه الولايه الوالد مسكين شنو قال له قال لهم انا هادشي ساليت منه شحال هادي ونشوف مولا بغا تطلع لعندو ديتو دبر راسكم معاه هكا وضرب وخرج من البوست بحال صافي الوالد كان عندو ديك اللعبة ديال درتي المونتي قد براسك ضرب وما تضربش الوالد الا تضربتي ما يطلعكش للطبيب مشيتي للحبس ما يتبعكش هذاك عندو سيستم في دماغو طلعوني للولاية دخلوني لبيرو الاحداث لسانا يجيب لها قالوا لي ضربتي فلان قلت لهم اه ضربتو علاش قلت لهم انا جالس الطبلة جا ضربها لي بشاندير قلب لي سلعتي قلب لي سلعتي ضربتو اللي هاد الحشيش اللي لقاوه تما دمن قلتلو ديالي اش كدير بيه قلتلو كنبيعو دابا انا الصلابه مع المخزن الصغير تاني خصني نبان لهم بزناس قالو فوقاش وانت كتبيع شحال هاد شحال كتبيع في النهار وبقيت تنقلف عليهم النهار بزور تنبيع 200 غرام النهار كيكون بدا تبيع 150 غرام بقيت كنقلف عليهم انا النهار ما كنبيعش فيه حتى 20 غرام لا قلت الصغار دوزوني لبريكات ستيب ديك الساعه بريكات ستيب بريكات الحشيش صافي اللون المنتفع ديال الضحيه بوحديتو عمرو لي عليه طلعني بريكات السيب خلي بريكات السيب دخلت لعندهم صوروني هادي مع من كتبيع دوم ديالي رزقين وكنبيع مع حتى شي واحد رزقين كنخرج السدري هما كيشوفوا فيا وثاني تيضحكوا علاش حيت غير مازال كنقول لك بحال كتقول ستيكة الكارو واقفة على رجليها مازال صغير مع من كتجيب الحشيش انا عندي واحد اللعبة في دماغي ديال ما خصنيش تخلي شي واحد باش نتاني نبان مأيد عندي الحشيش قلت لهم راه حقا وكنت كنعطيهم شي سميات من قلوبي
هو ينوض واحد الله يذكره بخير الله يرحمه إلى كان الناس، أعطاني بجوج مرميقات، قلت له عندي فلان. مازال عاقل هذاك المسمنات ديالو تبارك الله تيديه بحال هاد الماك دايره، جوج مسمنات قلت له عندي فلان، طلع البلان داك اللي كنشري من عندو، هبطوني، جات الوالدة بالحالة المدنية هادي كدا، قلت يومين في الولاية، الله قلت ليه كندوز عند وكيل الملك. انا في ذاك الوقيته اللي نسيت ما قلت لكمش، ذاك الوقيته كنت خرج من المدرسه كنت ندير التكوين المهني ديال القبص، لكن ما كنتش كنمشي مقيد ولكن ما تنمشيش. جات الوالده مشات طارت مسكينه الله يسمح لنا منها، وجابت لي التنازل ديال الطاحينه عطاته للمحامي، المحامي دخل عند وكيل الملك. دابا انا جالس كنشوف المحامي هكا عند وكيل الملك وامي جالسه عطاه التنازل. الوكيل شنو قال المحامي؟ كيضحك كيضحكوا قالوا قالوا هذا التنازل. المحامي كيهضر مع الرئيس يقول له التبشر الصراحه وهذه وكذا، جا مع الوكيل، جا الوكيل بقى كيضحك ذاك الوقت، قال له واش الدري باغي يغرق راسو؟ قال له الدري كيقول لك انا ضارب و تيقول لك انا كنبيع الحشيش. قال له صافي الصدق راه قال له يعني قال له حتى الانكار ما نكرش كيعدي له. قال له ما عادش كندير له الصراحه هاك هضروا الوكيل ذاك الساعات. جات الوالده جاب داك الورق ديالي ديال التكوين وداك التمشغير عطاته من المحامي. المحامي قال له شوف هو يدوز عند قاضي الاحداث البيرو ودخل معاه. دوز عند قاضي الاحداث البيرو، الاحداث داك الساعات ما كندوزوش في جلسه، كندوز عند قاضي الاحداث البيرو المكتب ديالو. فهاد قاضي الاحداث جلس جلس، ابا جا المحامي جه وانا دافع الصلاه، ضربتي ضربت كتبيع الحشيش تنبيعو الجبهه، دفع المحامي التنازل. قال له راه شنو راه غير تاني دري بالعقل وهادي وكذا، وبقى كيهضر معاه وكذا، ودفع له داك الورق ديال التكوين وهادي وكذا. قضية احداث ما بقى ما يدير ليه، هبطني للعقاب. الوالده مسكينه مور داك الشيء دخلها المحامي عند قضية الاحداث، بقات كتهربو الله يسمح لنا منها، الصغير يمشي للحبس يضيع هادي كذا. قضية الاحداث شنو دار؟ شاف الحاله ديال الوالده ديالي وصيفطني للفويد البطحه، ماشي سيفطني للعقاب. الفويد البطحه اصلاحيه، ولكن كتدخلها يمكن تخرج تمشي تقرا تمشي تحسن على برا، وهاد الفويه في كيكينا في البطحة قريبة لي أنا، يعني عندي منها الحومتي 15 دقيقة على رجلي. صيفطني الفويه البطحة، أنا ملي دخلت الفويه البطحة ما عجبنيش الحال، كذبش عليك في ذاك الوقت أنا كنت باغي ندخل الحبس ولاد حومتي في الحبس وهادي، خصني ندخل خصني نتسمى فلان نضرب الحبس. الصراحة الله يسمح لنا العقل كيداير. صيفطني الفويه البطحة، دخلت الفويه البطحة عملي غير دراري تمايا و تيقرا و قاسم بالليل اللي كيكتب اللي كيحفظ اللي كدا. منين دخلت و جلست عند الدراري بقاو كيبينولي، قالو لي هادي راه عندك 3 أيام غضربا هنايا ليل و نهار، النهار الرابع غتبقى تخرج تمشي لقرايتك و ترجع تمشي للحمام تمشي تحسن، سينو مكتفوتش الساعة و نص خصك السبعة تكون في صالة مونجي كتاكل مكتعطلش. جلس شوف الزغا كي داير، وليت تنخرج متمشيش للتكوين، انا باطل الحومة جلاس نجيب الطرف ديال الهاش ونبقى نضرب في الجوانات، نضرب 20-15 جوان هادي ونبقى نكسر الباكية ديال الكارو، حيت كندخلو كنتقلبو، نضرب الباكية ديال الكارو نكاليها، نجي الدكيكة نديرو في الشنطة ونطلع للفوايي. انا كنت كنهبط مكنمشيش كنخرج للتكوين، كنخرج مع 8:30 من الفوايي، تنهبط للحومة نيشان، تنجلس تنبقى نبرم في الجوانات ونخبعهم في الباكية ديال الكارو. ونقارو كدا هنا وندخل للدار وخصي وهادي وكدا، مكنمشيش انا كاع للتكوين. وكنطلع في العشية كنتجمعو في الفوايي كنجلسو، تنخرجو اما كنهبطو للحمامات اللي تحتا ولا كنطلعو للسطح انا وشي دراري، منهم جوج ولاد فاس ومنهم واحد جويجات بقا كانو برانية، كيجيبو لي الدراري اللي برانية، وتنبقاو عاطينها الجوانات والكارو الجوانات والكارو. دوز شي 15 يوم تما في الفوايي، صافي بداو عروقي كيطلقو. واحد النهار بالعشية كان السبت، حنا في السطح طلعنا في السطح نقول شي 5 د العشية ولا 4:30 كان مازال الشمس، طلعنا في السطح تنكمي واحد الجوان ثلاثة بينا، هو كيطلع المدير على الغفلة، واحد المدير تيدير طران تيلقانا في السطح، كانت كان نزيدو لهنا زدنا لعندو، لوحو داكشي ليديكم الحنان. عطا الاول بجوج تصرفيقات حنا الراس ديال الهبط، زاد الثاني اللي عنده عطا جوج تصرفيقات حنا الراس هبط، زدت لعندو عطاني الاولى الثانيه دخل معايا في الثالثه، هو عطاني الرابعه وانا نتيس فيه.
اتيس في تما بقيت نتسبو ما تروينا طلعوا المربيين هادي كذا جروني داوني دخلوني لواحد البيرو بقاو بقيت جالس تمايا شي ساعه د المكان بقى كيهضر معايا واحد المربي مسكين باي يذكرو بخير تيقول لي لا هادي كذا دابا راك تمشي للحبس وصحابي انت هنايا ما يتوسخوكش الوراق وكذا وكتكمل قرايتك بقى كيهضر معايا ديك الهضره ديالو كنقولو اه صافي كذا قال لي دابا طلب المسامحه من المدير وهادي وكذا وسيت تدخل البياص دخلني للبيرو ديال المدير دخلت لعندو قلت له سمح لي وكذا وهادي كيشوف فيا علي انت كتهلك راسك انت هادي انت كذا انت كذا انت كذا اش عاد دير بهاد الحشيشه دابا هاد الكاره وهادي راه مؤسسه ديال التربيه ماشي ديال هادشي انا بقيت غير حاني الراس الله يسامح قال لي الله يسامح مشيت دخلت للبايص بقينا جالسين في البيت انا والدراري كنهضروا كنضحكوا عادي جات سبعه د العشيه دخلنا لصالا مونجي ظلام الحال دار داك 8 وقيلة ولا 7 دخلنا لصالا مونجي من دخلنا لصالا مونجي كلينا خرجنا هبطنا الحمامات غسلنا يدينا كمينا واحد الكوير راه تسمايا انا واحد جوج دراري هما طالعين قدامي وانا طالع موراه حنا خرجنا على طالعين بالطروش خرجنا على الطروش حنا كنشوفو جوج البوليس واقفين باب البيرو ديال المدير هادوك الدراري قدامين تما فاهمين شنو كاين قالوا لي يوسف هرب حتى الا طلعت على واحد الطروج في السطح ونقز على واحد السوره في البحر قبل تلبيجي قصير هين نقز منو غنجي في البحر نهرب قالوا لي هرب راه غتمشي للحبس انا قلت لهم علاش غنهرب اصلا انا باغي نمشي للحبس قال ديال الصلاه كنت متخرج ويعيط لي المدير اش يوسف مش غادي عندك خلوني البيرو يدخلوني البيرو واحد جوج بوس ديال السطح اللي كانوا معاه الداخل عطاوني طقطق من طوني من طوني ويقول لي واحد فيهم قال لي ما كيوسف باش تدير عقلي تنهضر معاهم تيهضروا معايا هادي كدا بقيت كندير في المدير ها انا الله يسمح لنا باغي نمشي للحبس ولكن اللي بقات فيا بقات فيا ديك اللعبه اللي قلت لك الله يسامح سالا تما قلت لها قلنا تسمح لنا دابا هادي قال لي لا ولدي قال لي هادي مؤسسه ديال التربيه ما يمكنليش قال لي وديجا انا عيطت للوكيل لونصات له صافي الوكيل سالت ما غاديش للحبس من طوني خلي هذا خرجوني الدوسي ديالي في يديهم طلعت صافي طلعت خلوني نقادو سكو وهديتي في الليل في صافي وهادي دخلت نزلت شد داك القريف وحدا الشجر وكدا وهادي داك شي وجه شبعية بيرويات وحدا الشجر وكدا قلت له والحبس كيخلعونا به الشجر هنا والرنج وكدا داكشي زوين مع خاوي كلشي في الشطابر والسيلونات والكارطيات كلشي مشدود دخلت عندهم سميتك طاق طاق داك باش غير دخلوني دخلوني تمي طالع داوني للبيبي دابا مزال كنمسح داك الكارطيات باش نعرف سميتو عارفو المهم على برا غير بالسميتو كنعرف شكون هما طالعين توصلنا لكريا ديال البيبي حلو الكريا ديال البيبي انا اصلا مازال في الباب على برا كيبان لي داك الطوسفور وداك التمشغيل ما نكذبش عليك من الداخل القلب بنان بدا كيرجف دخلنا على الباب على ما شفت الموظف الباب بالساروت حدا جوج سيلونات البيبي ديال عين قادوس كان فيه جوج سيلونات القدام واحد قبلت واحد وجوج شنابر الفوق السيلونات هما بيوت صغار شنابر بيوت كبار جوج للفوق وجوج للتحت انا كنت غادي ثلاثة الشومبر درت داك السيلونات عامل لي اللي زبط اللي شينوي اللي ما نعرفش شنو وتي وبدا كيسخن الحال داك الساعات وعباد الله الزبط بالشرطات واللي كيشوف فيك يتقمقم من الكري يبقى يخنزر فيك وكيدخل معايا الصاد ربي السلام انا واحد جوج خلفات وصلت للشنابر درت في الربعة هكا قمق ما كنعرف حتى واحد باش ترجع فيا الروح ملي كنسمع مالك ماوكلي كندور وجهي هكا تلقى ثلاثة ولا ماشي هما ماشي ولد عمتي ولكن ولد المدينة كبرنا كاملين وتنعرف مالك مالك هما جابوا فلان تلونصات فلان مالك مالك رجعت فيا الروح ومين رجعت فيا الروح نحبس الحلقة وغنكمل لكم السطورية ديال داك المنتج هذا في الحلقة الجاية يلاه تهلاو اخوتي.